هنداوي هنداوي انت هنداوي قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الهام يا ولي مين حاجه نفسها زي دي الهام قوم يا راجل افتح دهدي طيب طيب انكتمي باي مين خالي بالحضن يا خال مين حسنين ايوه حسنين مش لحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك اهلا يا حسنين بركه انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعال راجل هناك تعالي اهدي فر فر ايه دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يا ما فيش ذهوب قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه اي والله وزي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيش تعيش يا مرات خالي ما قلتيش بحاجه وحشه بقيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي ما انا اتلهيت على عيني بس الحمد لله العم ده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب بقول لك ايه تعال اقعد هنا انا هنام هنا داني بنام هنا ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال يا جماعه ما يصحش قوم تعالى معايا هناك اهو ده انت عليك تحكمات فاطمه بقول لك ايه قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها لا ودي وقعت ايه دي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السوني سوني ايوه بتاع حبيبه كده هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بقيت يتيم يا خال معلش معلش استهدى بالله بكره تنسي انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف شد حيلك يا ولد ايه ما بتاكلش فول ولا ايه فول ايه يابا شد على الله ده احنا فينا الصحه تهد جبال انت فاكر نفسك مين قوم جامد قيمتك قوم معلش يا راس ابعاد معلش الواد جديد لسه مولة الناس يا بوي ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك نطول على الاخر لا طول بالك شغلك. طول بالك يا ريس احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه قلت لك قوم قوم يا فجري خد بايدك خد قوم يا غشيم اهياني 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 اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني ياني ياني اهياني جراه يا جدع مزجت حسب الله هي ولا ايه ما احناش عارفين ننام مزجت حسب الله المزجت حسب الله ايه كك حش وسطك يا مرات خالي اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا هتبوق لنا كمان يا ولي يا عيب يا ولي اسكت انت انا مش ناقصاك من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه ايه يا راجل انت ما صدقت حلو هو صحيح هو ما صدق حلو قوي ما صدق دي انا فهمت انت عايز ايه قوم يا خالك حش وسطك انت راخ قوم يا راغب هتشد حيلك امال يا حسنين شد على الله يا خالي بس القصعه دي تقيله قوي ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح دي عشر يا امال بلوزي بلوزي حلوه يا خالي حلوه منك قوي بلوزي ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه معلش يا ريسني ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي حاضر
حضر يا ريسني. شيل يان، شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. هات. شيل يان. يان شيل. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح، تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي. وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده. طب حش وسطك. بقول لك ايه احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع عايزه هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال. حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. ما قلت ليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لوحات الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عسل. حاضر يا خال. حاضر. العيشة تقرف يا اخي. معلش ما تخليش بالك. هو بني ادم على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة تواليت. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر.
فد فزهقتنا يا شيخ. مين؟ افتح يا خال. ايه؟ هو الحي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. اهو شامو حسن اهو. مش ليه شامو حسن؟ قال لأ. انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شامو حسن؟ هو شامو حسن ومو حسن عليه ايه؟ طب فزه وبتخمد. انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. قال لأ. تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شامو حسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام.